فيديو النهاردة مهم جدا جدا لأي حد حابب ان هو يتعلم رسم الطبيعة الصامتة، وبالذات رسم الأشكال الهندسية. ففي فيديو النهاردة هنرسم شكل هندسي كلنا بنحب ان احنا نرسمه، او احنا مفروض نتدرب عليه بس من البداية، او اي حد حابب ان هو يبدأ يتعلم الرسم، او هو سبق وبدأ يتعلم الرسم، فالشكل ده مهم جدا جدا ان هو يبدأ بيه فيركز معانا في فيديو النهاردة. اول حاجة بنعمل شكل الدايرة، بنحدد بقلم خفيف، بعد كده بنحدد عليها بقلم تقيل بحيث ان احنا بنأكد على الشكل ان ما يكونش فيه غلطة او اي حاجة. ما بنعملش الدايرة مرة واحدة، نبدأ ان احنا نعملها خط خط بنفس الشكل اللي ظهر قدامنا كده، ونبدأ في الاخر ان احنا نقفل شكل الدايرة بحيث انه يطلع معانا بشكل متناسق. بعدها على طول بنبدأ ان احنا نكمل باقي التحديد بتاع الاوتلاين. احنا هنا مش هنرسم شكل هندسي واحد، هنرسم شكلين، شكل الكرة والشكل اللي هو بيكون زي شكل الاسطوانة شوية بنفس الشكل اللي ظهر قدامنا كده، على حسب طبعا اختلاف الاشكال والاحجام بتاعتها. نبدأ ان احنا نحدد برضو التحديد بقلم خفيف، بعد كده هنمشي عليها بقلم تقيل لحد ما الشكل يطلع معانا مظبوط. شايفين بنوصل برضو الجزء اللي فوق ده بيكون بشكل دائري برضو شوية، بس بسبب ان هو جاي بزاوية فالدايرة جاية مايلة او جاية بشكل بيضاوي. بنأكد عليها تاني بالقلم الدرجة التقيلة. طبعا الدرجات التقيلة زي ما احنا متعودين في القناة هنا بنرسم بدرجة 6B او 5B او 4B اقل اقل حاجة، طبعا ممكن نوصل معاها لحد ال 8B. الدرجات دي كويسة جدا ان احنا نبدأ ان احنا نتعلم نرسم بيها. وبكده الاوتلاين اللي هو بيكون فيه صعوبة كتير جدا عند ناس كتير برضو، او الناس اللي هي بالذات بتبدأ ان تتعلم الرسم، هيعتبر خلص هو بسيط خالص. الفكرة كلها بس ان احنا بنتدرب على الاشكال بحيث ان ايدينا تمشي عليها، سواء انت رسام او سبق ورسمت او تعرف ترسم الشكل ده. فالاشكال الهندسية والمناظر الطبيعية والطبيعة الصامتة، الحاجات دي مهمة جدا كل فترة تحاول ان انت ترسم منها بحيث ان ايدك ما تنساش الرسومات، وبالذات الناس اللي بتنقطع عن الرسم لفترة طويلة لانهم ايدهم بتنسى الرسم. فنخلي بالنا برضو من الجزء دي. بعد كده نمسح الاجزاء او الزيادات اللي موجوده معانا في الرسمه، نبدا ان احنا نشيلها. ما نشيلهاش بايدينا، يا ريت يكون بفرشه او فرشه كبيره بنفس اللي احنا مسحنا بيها، بحيث ان احنا ما نسيحش الرسمه. احنا عايزين الرسمه كلها من اولها لاخرها تكون تظليل. التظليل هو اللي صعب وهو اللي بيعلمنا الرسم وازاي نظلل الرسومات. التسيح مفيش اسهل منه، هتتعلموه كده كده مفيش فيه اي مشكله، بس نركز على التظليل. التظليل هو اللي بيعلمنا الرسم. نبدا ان احنا نعمل الشكل الكروي اللي معانا ده، سواء كان ليه لون فاتح او لون غامق بيختلف طبعا على حسب الاضاءة اللي نازلة على الشكل ده. نبدأ ان احنا نظلله بنفس الطريقة او بنفس الشكل. طبعا حاولت اجيب لكم شكل الكورة مختلف شوية، ما بنجيبهاش من الاخر درجة تقيلة، جايبها من قبل الاخير كده درجة، وبعدين في اماكن الاضاءة والظل والنور اللي موجودين معانا في الصورة مختلفين شوية عن الصور اللي احنا رسمناها قبل كده. برضو شوية هيظهر معاكم برضو الشكل في النهاية، برضو الشكل عامل معانا ازاي، ونكمل عليه تحديد بنفس الطريقة، نكمله تظليل كله. طبعا الورقة بيكون فيها مسامات، المسامات اللي ظهر قدامكم عاملة زي نقط صغيرة جدا او نقط فاتحة، نحاول ان احنا نظلل عليها، ما نجيبش اتقل درجة بحيث ان هي هتملى الورقة برضو معانا. نحاول ان احنا نجيب درجة اخف من الدرجات التقيلة، يعني شايفين اتقل درجة الخط اللي احنا بدأناه في الاول، الدرجات اللي في الاخر الدرجات بتخف واحدة واحدة بحيث ان احنا ايدينا تجيب الدرجات الخفيفة وتجيب الدرجات التقيلة. كل ده باستخدام قلم واحد بس بيبين قد ايه انت بتعرف ترسم مثلا او حاجة، باختلاف ان في رسامين كتير بتحاول ان هي تستخدم جميع الدرجات، ممكن يجيبوا 16 قلم عشان يرسموا رسمه مثلا، رسمه واحده، بحيث ان هم يجيبوا الدرجه لكل قلم مختلف ويأخروا قوي في الوقت بتاعها. لا، هو قلم واحد بالظبط هيجيب معانا الدرجات كلها، نقدر ان احنا نرسم بيه بورتري كامل او اي صوره احنا حابين ان احنا نرسمها، نرسمها بقلم واحد ما يكونش فيه اي اختلاف ما بينه وبين الناس اللي بتستخدم اقلام تاني مختلفه، بعكس كمان اللي بيرسم باقلام كتير مختلفه بيشتت نفسه، بالذات كمان لما يبدأ ان هو يدخل في الالوان بتختلف برضو معانا علشان الدرجات برضو. لكن احنا هنا بنخلينا او بنركز معانا في الرسم بالرصاص، يطلع معانا بالشكل ده. نبدأ ان احنا نخفف ايدينا، بنخففها واحدة واحدة على حسب الاضاءة اللي نازلة على الصورة. طبعا بنبدأ ان احنا نظلل درجات خفيفة، بنمسك القلم بزاوية مايلة بنفس الزاوية اللي انا ماسك بيها القلم دي كده، وشرحتها لكم في فيديوهات سابقة كتير برضو. نكمل على تظليل. شايفين ان في بعض الخطوط موجوده في الكوره او ان هي مش طالعه ناعمه قوي، نبدا ان احنا نظلل عليها او ان احنا نخليها كلها ناعمه من اولها لاخرها، بحيث ان هي تيجي الكوره كلها معايا بشكل متناسق في الاخر وشكل مريح للعين. نبدا ان احنا يعتبر زي بنسيحها، مش هنسيحها بفرش طبعا او بالصوابع او باي منديل او بودان او اي حاجه اللي هي بتسيح معانا، لا احنا عايزين نطلعها كلها تبان ان هي سايحه بس من غير ما تسيح، كلها بس بالتظليل. ده هيبان قد ايه انتوا بتعرفوا ترسموا. دي
يعني تحدي ليكم برضو، الناس بعد ما ترسم الرسمة دي تبعتها على رابط التليجرام، هسيب لكم في الوصف بتاع الفيديو، وكل اللي تابع كورس الرسم اللي هو موجود على القناة سواء لسه بادئ دلوقتي أو بدأ من فترة أو من كام شهر ولسه بيبدأ أو بيكمل فيه، أنا بتابع برضو معاكم فيه، مفيش فيه أي مشكلة. أي رسومات حابين إن أنتوا تعدلوها أو فيها أي أخطاء بتبعتوها على رابط بتاع التليجرام بقول لكم عليها، وبرضو بتابع معاكم على الكورس. الناس اللي هي بادئة من الصفر أو ما تعرفش أي حاجة أو عندكم أي سؤال بخصوص الرسم تبدأوا تبعتوه على رابط التليجرام اللي سيبه لكم في الوصف بتاع الفيديو سواء في الجروب او على القناة، بينزل عليها برضو كل الفيديوهات، ولو انتوا حابين انتوا تتابعوا علشان بعض الناس ما بيوصلهاش الاشعار، فاول ما تفتح الفيديو برضو او انت طالما وصلت للنقطة دي فيا ريت تعمل لنا لايك للفيديو علشان ده بيساعد برضو في نشر الفيديو اكتر، بسبب ان القناة يعني على عدد مشتركين كبير برضو التفاعل بيكون قليل جدا، فعايز الفيديو ده يوصل ل100 لايك. طبعا ده مش عدد كبير يعني او اللي هو حاجة مقارنة بعدد المشتركين بتاع القناة حاليا، لحد ما الفيديو ده نزل او بينزل حوالي 18,000 او اكتر من 18,000 مشترك، فانا عايز بس منهم 100 مشترك او الناس اللي بتتابع بس على القناة او حاجة زي كده، ممكن هي تعمل بس لايك للفيديو واشتراك للقناة طبعا لو انت لسه اول مرة، وبرضه هتابع معاك على رابط جروب التليجرام لو في اي مشكلة او اي اخطاء هتابع معاك برضه على الجروب. نبدأ ان احنا خلصنا الشكل الاول، شايفين طالع متناسق برضه معانا، والاشكال اللي بتظهر قدامكم في الفيديوهات هي في الحقيقة الاشكال بتكون مختلفة برضه شوية، بتختلف طبعا من اضاءة للتانية للتالتة، انا بحاول اظبط الاضاءة على قد ما اقدر، والاضاءة برضو بتبان معانا او الكاميرا بتجيب تفاصيل احنا بعينينا مش بنشوفها، يعني الرسمة دي في الحقيقة هي انعم من كده بكتير يعني، بس انا بحاول اظلل لكم او ان انا اظهر لكم الشكل الاساسي او الشكل اللي ظهر ليها برضو، ففي اخر الفيديو هوريكم برضو يعني كذا درجة للاضاءة والرسمة بتكون عاملة ازاي على انهي اضاءة برضو فيهم، فما تركزوش برضو في الرسمة اللي موجودة معانا، وهتشوفوا برضو الشكل ظهر معانا في الآخر هيكون عامل ازاي، والنعومة والسيحان برضو بتاعه مش بنفس التظليل اللي ظهر قدامكم دلوقتي برضو حالا، او ممكن تتقلوا للدقيقة العشرة بالظبط هيظهر لكم الاشكال وسواء هي ناعمة ازاي. المهم نرجع للفيديو ونبدأ ان احنا نظلل، يطلع معانا بالشكل ده، برضو بنحاول ان احنا نجيب الشكل التاني برضو ناعم متظلل كله مظبوط بنفس الدرجات بنفس كل حاجة، نبدأ نظلل عليه الرسم من اولها لاخرها. وطبعا لو عندكم اي سؤال في خصوص الرسم او اي حاجة تخص الرسم ممكن تكتبوها في الكومنتات، او لو حابين ان احنا نعمل فيديوهات معينة فممكن تكتبوا افكار في الكومنتات هناخد منكم افكار برضو، او الفيديوهات دي بتكون على اساس اكتر حاجة انتوا بتطلبوها في الجروب او هنا على القناة برضو او في الكومنتات، فعلشان كده بعمل عليها فيديوهات، فالحاجة اللي هتطلبوها ان شاء الله اعمل لكم عليها فيديو. نبدأ ان احنا نكمل عليها تظليل، اظن ان انتوا فهمتوا او وصل لكم الفكرة بتاعت التظليل برضو ماشية ازاي، ولما نجرب التجربة هي افضل من المشاهدة، لو انت شفت 100 فيديو للشرح بتاع نفس الحاجة او التظليل او كده مش هيجي برضو قد الممارسة اللي انت تجرب وتخفف وتتقل ايدك ويظهر معاك مشاكل، والمشاكل دي تحاول ان انت تحلها بعد كده، فأهم حاجة هي الممارسة، الممارسة الكتير هي اللي هتطور مستواك في الرسم، حتى لو بتغلط حتى لو بتعمل اي حاجة او بتطلع معاك الرسومات مش حلوه او مش عاجباك، مع كتر الممارسه هي دي اللي هتطور معاك مستواك في الرسم، لكن كتر المشاهده هيطور معاك بس الجانب ان انت فهمت المعلومات او سمعت المعلومات او شفت بتتعمل ازاي، لكن اللي هيطورك بالظبط هو التدريب، التدريب المستمر، وده باكد لكم عليه كذا مره وقلت لكم في فيديوهات كتير جدا، والناس اللي بتتابع او ان هي بتبدا تدخل كورس تبداوا تسمعوا من الاول للاخر وبتطبق عليه بتشوف فرق المستوى من اول رسمه واخر رسمه برضو واصله معاكم عامله ازاي. نبدأ الجزء اللي ورا ده بيكون هو الجزء زي الخلفية أو الظل اللي هو موجود بتاع الرسمة نفسها، كل رسمة أو كل مكان وليه إضاءة أو ليه ظل ونور، الشكل نفسه بيختلف من شكل للتاني على حسب الإضاءة اللي واقع عليه من أنهي اتجاه، يعني هنا الإضاءة جاية من ناحية اليمين فالظل بتاع الشكل هيجي طبعا من ناحية الشمال، وكمان الظل اللي جاي ورا ده هو الأشكال دي قريبة جدا من حيطة أو ستاند أو حاجة وراها مثلا، فالظل مش واقع كامل يعني شايفين ظهر بس جزء بس بسيط منه يعني، والجزء اللي تحت برضه جزء بسيط بتاع شكل الدايرة، فعلى حسب الإضاءة هي جاية من على الجنب ومن جاية من فوق، فالمكان أو المنطقة اللي فوق دي شايفين جاية معانا فاتحة برضه إزاي. فاحنا بنظلل برضو على حسب الاضاءة، نعمل الجزء الخلفية بحيث ان هي عاطية سن يعني درجة خفيفة كده، او بحيث ان احنا نفصلها عن الخلفية، واحنا لما ننتقل برضو الدرجات اللي ورا دي تظهر معانا بنفس الشكل، فاضل بس حاجات بسيطة خالص كده نبدأ ان احنا نظللها بنفس الشكل اللي ظهر قدامنا، بديها درجة بس بسيطة يعني مش شرط ان احنا نعملها برضو في الرسمة، وبكده اعتبر وصلنا لنهاية الرسمة، والرسمة كده اعتبر قربت تخلص او خلصت، يعتبر برضه هوريها لكم باشكال كتير مختلفة، متنسوش طبعا تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة لو انتوا لسه جداد، وبعتوا الرسمة بعد ما تخلصوها على رابط جروب التليجرام هسيبه لكم في الوصف بتاع الفيديو،
ولو محتاجين شرح لحاجة معينة ما تنسوش تكتبوها في الكومنتات. شايفين النعومة عاملة ازاي؟ ده لما غيرت بس الإضاءة، وفي أشكال كتير تانية ليها مختلفة. والسلام عليكم.